السلام عليكم. البارح تحدثنا مع بعضنا البعض، خاوة وخواتات جزائريين وجزائريات، في لاباج فيسبوك تاعي، وتحدثنا عن الوضع تاع بلادنا، وحاولنا نكونوا صراحاء مع بعضنا البعض، ولو نجرحوا بعضنا البعض، ولو بد نجرحوا بعضنا البعض باش نفيقوا ونتكاكاو ونتراجعوا ونتحملوا المسؤولية نتاعنا. كل واحد منا عنده مسؤولية صغيرة أم كبيرة في الشي اللي راهو صاير. علاه؟ خطرك شي لو كان شعب ما يقبلش بلاده يديوها للهاوية كما داو بلادنا هذه مسكينة للهاوية، وما ينجموش ما يقدروش، تلقاو الشعب وقفي وجهن. ولكن للأسف الشديد احنا طحنا مع ناس اللي توت سويت عرفوا كيفاه يستعملوا الامور. من بعد الاستقلال استعملوا بالقوه والقمع والقتيله والعذاب والخطف، ثم لما جاوا الدراهم كثروا الدراهم استعملوا لا تكنيك دو لا كوربسيون ماسيف، يعني رشاو الناس كل ورجعوها شغل حاجه عاديه، يعني عادوا الناس يروحوا للحج بصور الرشوه وضميره صافي، يعني مش متقلق من ضميره ولا عند روحه ضميره صافي. وصلنا يعني واحد، شوف نحكي لكم حاجه ولو نخرج شويه من الموضوع. هذيك خطره نلقى واحد سيد نعرفه دائما نشوفه يروح للمسجد، نلقاه هو ولده في الـ في الـ في, الـ في, الـ في المترو، كان نشوفه من بعيد حرق المترو، ثم ولده صغير ما يعرفش سلاحه هزوه عقبوا على سما حرق المترو هو وعلم ولده كيف يحرق المترو. كلاني قلبي، قعدنا في المترو ما عرفتش كيف نجيبها له، تلاقينا سلام سلام في المترو. بعد قلت له شوف سامحني خويا والله حتى اذا نجرحك سامحني، بحبيت نفهم برك. قلت له يا اخي انت تصلي وكيف هني تحرق المترو ما فهمتهاش هذه. قال لي علاه واش فيها ما فيها والو. قلت له زي قلت له سامحني، قلت له انا مثلا ما نصليش، كون نحرق المترو شي انا كوغ افيك مو مي جمون فيش هكا، بصح انت تصلي. قلت له حرام، قلت له كلي لوحدي يدك في جيب واحد. قال لي لا لا يا اخي، قال لك غلط ما فهمت فيها والو. قلت له كيفاه؟ وزعفها ما عجبوش الحال. قلت له كيفاه؟ قال لي علاه فرنسا اللي قعدت عندنا 130 سنه تخرج سالكه؟ قال لي النطره من الحلوفه اللي روح سال. شوف يعني اون بليس دو لا مالونيتي دو لا موفيز فوا، يعني تالمون تغشيش. قلت له صح معليش. قلت له الطفل تعلم فيه كيما هكا ما يعرفش مسكين، راسه ورقه بيضاء كي قعدت تكتب له ضرب كيفاه هي راح يتمشى. هي قال لي حتى باش يخرج يكون في حل. بقيت نتوحد على بالكم يا جماعه، حرت اموناج يعني، ومازال كل نهار جو ديكوف. لا في الجزائر ولينا كيما هكا، ولات الناس يعني يروح مثلا يخلص التشيبا باش يدي قضيه تبان واحد يقول لك هما كون ما نخلصش ما نديش. الاخر عنده قضيه في العداله يروح يمد الدراهم للبروكيور سون بروبليم. انا نعرف واحد المدينه في البلاد ما كان لا يعرفوها الناس، كان واحد البروكيور او توفى اليوم ربي يرحمه على كل حال، عنده كورتي تاعو، كورتي اللي يجيب له لي زافير كوميرسون في سونتر فيل تاع هذيك البلاد هذيك، قسما بالله العظيم غير عنده تعريف. يقول لك القضيه هذيك القضيه سنه شو، يقول لك هذيك 10 ملايين، هذا في الوقت هذاك صافي بليس دو 10 ان، القضيه هذيك 50 مليون، القضيه هذيك طون، القضيه هذيك طون نورمال. والبروكيور هذا من الناس اللي صلوا في الصف الاول قسما بالله العظيم، ومش هو اللي راح الصف الاول، كي يدخل المسجد الناس كل تفضل تفضل سي فلان تفضل، يعقبوه الصف الاول. الكوميرسون تاعو هذا كيف كيف الى الكورتي تاعو، والناس اللي مدوا له الرشوه كيف كيف. يعني نو سوم دون اون سورت دو سكيزوفريني. هادو الناس الحاصل هذه البردشه هذه برك باش سيتوي لو بروبليم. اليوم النظام هذا الى ريوسي انو كورومبر او بلو بروفون دو نوتر ام، ولينا يعني اون ا بيردو لي روبير. يعني كيما نقول لكم الناس، كاين ناس نعرفوهم وتعرفوهم كله ما كانش ما يعرفهمش، يروح للحج بصورة الرشوة وتبان له بلي ما دار حتى حاجة عيب ولا حرام ولا دونك اونوني لا. واليوم البلاد يعني وصلنا لواحد المستوى تاع الفساد اللي ما يتصورش. شوف نعطيكم ان سول اكزومبل، ان سول
لافير تاع بجاوي فريد هذاك جون هذاك لو نوفو دو دو فامو بجاوي لي دو توت لي فاسون بيه بالاهل تاعو بلا فامي في الحلقه الواسعه عايشين في لي زيتازوني وفي كندا دوبوي دي ديسيني عشرات السنين ما يعرفوش الجزائر الجزائر يعرفوها غير باش يديو يجيو يديو الباي هل السيد هذا pourtant, il n'est pas considéré comme un grand courtier dans les circuits de la corruption algérienne. Il est considéré comme un petit courtier. هل سيد هذا في قضية واحدة في لافير سايبام تاع طاليان 5 contrats هما هي في الحق كنت تروح تنبش شوية تلقى هذوك لي 5 كونترا قسموهم اون 5 باش ما تبانش لافير ضخمة كبيرة donc on peut considérer que c'est 5 contrats factices en réalité c'est un contrat divisé par 5 fait les 5 contrats avec une seule société entre Saipem et Sonatel وحده البي نتاعو اللي تاعو هو اللي يرجع له ليه 270 مليون دو دولار ولا دورو الله اعلم نقولوا دولار معليش 270 مليون دو دولار الواحد كورتيه واحد وانا واحد الوقت كنت نتكلم ونقول هاد البارونات تاع الريجيم راهم قاعدين يديو في الملاير تاع لي دولار اون كوربسيون اون كوميسيون كورتاج اكسترا واحد النهار جاوبني واحد اون بلان كونفيرونس قال لي يا ولدي بركا وما تخلعوا في الناس تكذبوا عليهم قال لي وين جا واش من بلاد هذه اللي الناس تدي بالملاير تاع الدولارات قال لي النظام تاعنا حتى اذا يديو كالك مليون دو دولار قال لي دي مليار دولار كومام قال لي تحسب ارواح وقول مليار دولار ميل مليون دو دولار هاي ظهرت اليوم ان بوتي كورتي وحده في اون سول افير ادى 270 مليون دو دولار وحده هذا كورتي صغير دونك باش تعطيكم يعني فكره عن الحجم تاع النهب ونتاع السرقه ونتاع البلاد هذه مسكينه يعني بقرت اليتامى الناس باش تعيش منها وتخليها لولادها يعيشوا منها ويتهلاو فيها ويبنبنوها ويحبوها وكذا واش داروا ذبحوها وكلاوها شوا شواوها وكلاوها خلاص ما خلاو والو للاجيال القديمه دونك باش ما نطولوش في الحديث عندنا دور كبير احنا في هذه الكارثه هذه عندنا مسؤوليه كبيره انا واش حبيت نقترح عليكم اليوم لازم نلقاو مخرج هاي يا خاوتي نتلقاو في لاباج فيسبوك تاعي ونحكيو ونتحدثوا وكل واحد يمد رايه ونديروا جماعه تجمعات كيما نقولوا احنا ان كونساي دو ساج نتلموا حول القضيه نتاعنا حول هذه الجزائر الحبيبه الجيري ايمي الجيري بيان ايمي ونحاولوا نتفاهموا كيفاه نتلموا كيفاه نتنظموا كيفاه ننظموا بعضنا البعض ونديروا اون في دو روت في بعضنا البعض حنا جزائريين مواطنين جزائريين سون دي سيتويان الجيريان نو افون لو دروا دو نو اوكيبي دي لي افير دو نوتر بيي ونتفاهموا واش نديروا باش نواجهوا هذا الدونجي هذه باسكو علاه يا خاوتي وكما على بالكم ما قضيه كيما هذه من المحال كانت تقدر تطول والنظام هذا على باله الدينار ديفالياسيون لسباس دون اني 35% ما كانش ما صارتش في العالم هذه على بالهم باللي كارثه اي بوف بلو مانتونيغ لي روبيني اوفير كوم سا وشي عندهم اون ايشيونس قال لك شوف في بعضهم قال لك حنا ونا با الشوا لازم الروبيني يخليهم محلول حتى لي بروشين زيليكسيون بريزيدونسيال سينون اونورا ان بروبليم مع الشعب ولفناه ياكل بلا ما يتحرك لو كان نقلعوا عليه الروبين ينوض ما ينوض على والو ما ينوض لا على الكرامه لا خايف على بلاده لا, 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 لا من الحقره لا من الرشوه بصح كون تحبس له الروبين ينوض دونك كي فون مانتونيغ لو روبيني جوسكو بروشين زيليكسيون من بعد لي زيليكسيون ils n'auront plus le choix ils vont fermer le robinet mais ils vont le fermer comme c'est des incompétents راح توقع كارثه في البلاد لا ودو توت فاسون نو با الشوا ما نجموش يمشيو في هذه السيره هذه باسكو سي امبوسيبل امبوسيبل بلاد عايشه 98% من 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 البيجي نتاعها من الموارد النفطيه سي امبوسيبل ميم السعوديه ميم الكويت ميم بحرين ميم قطر ما عندهمش هذا عندهم دوتر بلاسمون دي فينانسي دي زافير دي توريزم اكسيتيرا حنا ما عندنا والو الا الغاز والبترول دونك خاوتي
ها بنقترح عليكم، هيا نتلموا، هيا نتحدثوا، اون كومونس باغ ديسكوتي، نديروا تجمعات، نديروا جماعه ونتلموا ونتحدثوا، كل واحد يقول رايه، وما كانش راي فلان يفوت على راي فلتان، وكل عندنا الحق في الراي، وعندنا الحق في التبادل، وعندنا الحق في الاقتراحات، نقترحوا ثم نتفاهموا على اسس، ونتفاهموا على فيدوروت، وكمواطنين، ولازم نكونوا كل خواوي بعضنا البعض، نساء ورجال، ونتكلوا على رب العالمين، ونحاولوا ننقذوا هذه البلاد اللي راهم مديها للواد. بارك الله فيكم، وبقوا على خير.